السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى إخواني. في هذا الفيديو يعني البسيط والقصير سأتكلم فقط عن مشكلة التحميل، مشكلة الروابط. الغالبية الشكاوي تأتيني من الروابط لا تعمل، أو أن الملف تم حظره أو تم حذفه، نظرا لأن أغلب مواقع الرفع التي أقوم برفع الملفات عليها تكون مجانية. لذلك في هذه المرة يعني سأشرح باختصار بسيط كيف يتم التحميل، وبالفعل وجدت طريقة بسيطة وسهلة جدا، ربما أحسن الموقع متداول الآن وعلى مدى يعني فترة طويلة من الوقت هو الميديا فاير. أحسن موقع رفع وتحميل هو الميديا فاير. بسيطة التي ظهرت مع جميع الملفات التي تحتاجها أثناء فك التشفير أو إصلاح اللمب الأبيض أو الضوء الأبيض أو اللمب الأحمر أو أي مشكل ظهر، وضعت جميع هذه الملفات أو هذه الملفات التي تحتاجها في هذا الموقع اللي هو الميديا فاير. في مجلد واحد كل ما عليك الدخول له واختيار الملف الذي تريد تحميله. إذا ببساطة كل ما عليك هو الدخول إلى القناة. من القناة تختار قوائم التشغيل. لماذا قوائم التشغيل؟ حتى يعني حتى تذهب إلى القناة المخصصة، حتى يكون حتى لا تبحث في أكثر من 100 فيديو، مباشرة يذهب لقوائم التشغيل. ثم مشاكل شبكة وأجهزتها إذا كانت مشكلتك هي الندامات، أما إذا كانت عندك مشكلة في اتصالات الجزائر البطاقة الذهبية أو هذه الأشياء فذهب لجديد إنترنت ديزل. مشاكل شبكة وأجهزتها أيضا قلنا من هنا. إذا لاحظ لما تختار مشاكل شبكة وأجهزتها تختار هذه القائمة. هنا في القائمة في الجانب الأيسر للقائمة تظهر لك كل الفيديوهات الخاصة فقط بالمدمات ومشاكل الشبكات وأجهزتها. من هذه القائمة ابحث عن أي فيديو تحتاجه. أسفل لاحظ في الديسكريبشن أو في الوصف ماذا وضعت؟ وضعت الرابط أو رابطين مختصرين، يعني رابط أول ورابط ثاني، كلاهما يؤدي إلى نفس المجلد، يعني نفس المجلد الذي تكلمت عنه وقلت بأنه موجود في جميع الملفات الخاصة بالمدان. إذن هذا اختصار أديوم وهذا اختصار أدي فلاي. فقط اضغط على الرابط وتجاوز الإعلان، تجد هذا الرابطين مكررة في جميع الفيديوهات. إذن تضغط عليه على أحدهما فطبعا تظهر لك أدي فلاي وتجاوز الإعلان. إن الكثير يسألني كيف أحمل أو لم أستطع تحميل. إذا طريقة التحميل بسيطة، كل ما عليك الانتظار 5 ثواني وتجاوز الإعلان معروفة، ليست هذه مشكلة. إذا نتجاوز الإعلان حتى نصل إلى المجلد. لاحظ هذا لا يدل على أن هذه فقط تحذير، أضيف لا يحذرك من استعمال الباسورد أو إهمال الباسورد أو إعطاء الباسورد لمواقع أخرى مشبوهة يعني. الآن دخلنا إلى الميديا فاير. لاحظ خلفية الميديا فاير واضحة، خلفية ميديا فاير. ميديا فاير موقع متخصص في الرفع والتحميل. إذا تدخل إلى هذا المجلد اللي هو جميع تحديثات All Update B310 مودم، جميع تحديثات المودم. لا يوجد فيه فقط تحديثات، بل هناك تحديثات أخرى وملفات أخرى. لاحظ الملف الأول خاص ب B311 و B315. 315 ظهر له فيك الشفرة، ما هذا فعلا انتظر. مع ذلك وضعت ملفات خاصة بكليهما حتى ربما إن كان أحد يحتاجها يستطيع أن يجدها في داخل هذا المجلد. نذهب إلى ملفات مهمة. هذه ملفات مهمة خاصة بالإصلاح وفك الشفرة. هنا ملفات فك الشفرة، أما هذا فإصلاح مشكل الضوء الأبيض والأحمر، تحتاج إلى الدخول إلى هذا المجلد وتحميل الملفات الموجودة بداخلها والملف الموجودة بداخله. إذا كنت تريد فك الشفرة تستطيع الدخول إلى ملف فك الشفرة وتحميل هذا المجلد أو هذا الملف. إذا كنت لديك مشكل المدام الذي ينطفئ يشتعل وينطفئ يشتعل وينطفئ، إذن فتستطيع استعمال هذا المجلد، تحميل هذا المجلد. إذن هنا في هذا المجلد موجودة ملفات الخاصة بالإصلاح والتفليش. بالنسبة للتحديثات، التحديثات أو الفلاش الذي تحتاجه على حسب التحديث الذي تراه في الفيديو. إذا احتجت لأي تحديث
بحث عن رقمه في المجلد المناسب. هذه تحديثات هواوي، وهذه تحديثات اتصالات الجزائر، تحديثات باكستانية وتحديثات عمانية، أربع تحديثات. بالنسبة لتحديثات هواوي، تدخل إلى تحديثات هواوي كلها موجودة ابتداء من ب 320/21/300 الانيفيرسال هذا الذي من خلاله أو عبره نستطيع فك الشفرة، إلى آخر إصدار ظهر وهو 21/329 تحديثات هواوي. نرجع إلى الملف الأصلي، تحديثات باكستانية. نعم هي تحديث لباكستان، ولكن لا أنصحكم به. تحديثات لباكستان، تحديثات اتصالات الجزائر الذي يريدها، كل التحديثات التي ظهرت في اتصالات الجزائر ها هي التحديثات الخاصة باتصالات الجزائر. هناك أحسنها هو هذا الدي أم دو هذا الذي من خلاله تستطيع أن أو الدي أم دو هذا الذي من خلاله تستطيع أن يعني تقوم بعمل مضاد أو تحديث مضاد، يعني الدي أم دو هذا تحديث مضاد لهذا التحديث اللي هو 313 يشبهه، لكن هذا الدي أم دو هذا 1209 وست التحديث الانيفرسال العالمي الأول. إذا كان مدامك على هذا الإصدار 300 فتستطيع مباشرة فك الشفرة. إذن جميع التحديثات التي ظهرت الخاصة باتصالات الجزائر موجودة في هذا المجلد. أنا سأعطيكم رابط هذا يعني الذي يقودكم إلى هذا المجلد، وأنت من هنا تستطيع الدخول إلى أي مجلد تشاء وتحميل الملف. طبعا لن تستطيع حذف ولن تستطيع تحويل، تستطيع فقط عمل شير أو نشر، وتستطيع فقط التحميل. هذا ما تستطيعه لأنك لأن هذا حسابي ولا تستطيع أن تقوم بأي شيء فيه. رابط سريع استطيع أجربه معكم، رابط سريع ادعم الاستكمال، تستطيع أن تحمل منه. لاحظ مثلا ملف فيك الشفرة، هذا ملف صغير بالضغط عليه فقط هكذا ستظهر لك الحجم وهذه العلامة الخضراء. قم بالضغط على ديماري، لاحظ السريع ويزعم الاستكمال. أنصحكم باستعماله. سأضع هذا رابط هذا المجلد في تحت جميع الفيديوهات الخاصة باتصالات الجزائر ومداماتها. أتمنى إلى هنا أن يكون أفادكم هذا الفيديو. دمتم في أمان الله، السلام عليكم.